شاركت سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة شاركت في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة صباح اليوم. وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات والقضايا الإعلامية الهامة ضمن جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الوزاري، أبرزها بحث مشروع إقرار ميثاق شرف الإعلامي العربي الموحد. أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة سعادة الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة. 16 بندا مدرجة على جدول أعمال الدورة، من بينها مشروع ميثاق الشرف الإعلامي والدعوة إلى تشكيل فريق من الخبراء الإعلاميين العرب لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية. الميثاق يضم بنود جيدة، وليس بها بنود ممكن أن تكون موقع خلاف. الميثاق الإعلامي في العالم وأخلاقيات المهنة هي متعارف عليها، ولا أعتقد أن دولة عربية سترفض أن تتفق على ميثاق إعلام عربي موحد. كما بحث وزراء الإعلام العرب إيجاد آلية لمنع التشويش على الأقمار الصناعية العربية ووقف بث بعض القنوات الفضائية، وأخذ الوزراء علما بقرار الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية والتي عقدت في تونس في ديسمبر الماضي، والذي تضمن الاعتذار المقدم من المجموعة اللبنانية للإعلام إلى هيئة شؤون الإعلام بالبحرين، ودعوة المجموعة للالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي العربي حفاظا على التوافق والتضامن العربي. احنا كإعلاميين لدينا رسالة سامية، رسالة تقوم على ان احنا دورنا بناء الأوطان، دورنا الدعوة الى وحدة المجتمعات، دورنا الدعوة الى لم الشمل العربي، دورنا الدعوة الى التواصل والتكاتف ومحاربة الظواهر السلبية. لذلك انا اعتقد هذه القضية، قضية الإرهاب ثم قضية التشويش، من القضايا المفصلين التي يجب أن يكون لها قرارات حازمة، ومن أقدر من وزراء الإعلام رؤوس السلطة في مجال الإعلام في الدول العربية من طرح هذه المواضيع وإيجاد الحلول لها. من مقر جامعة الدول العربية، محمد عبد الله، تلفزيون البحرين، القاهرة.